النهارده يا دكتور بصراحه معايا قصه بصراحه صعبه قوي، هي يعني عارف اللي هي خلتني انا عندي مجموعه احاسيس متناقضه، التعاطف مع الذعر مع الغيظ مع ان انا عايزه امسك الرجاله اللي من النوع ده يتحطوا في ميدان عام ويتحاكموا. طبعا هحكي لحضرتك القصه بسرعه لان انا محتاجه راي حضرتك ضروري. هي بتقول ايه؟ بتقول انا سيده من قريه من قرى المنصوره، بعاني من اكتئاب شديد جدا بسبب العنف اللي مريت بيه طول حياتي. انا نشأت في اسرة الاب كان بيضرب امي ضرب مبرح واهانة شديدة، لدرجة ان شفت بابا في يوم من الايام ضرب ماما وهي حامل في اختي الاصغر مني، وخلاها تقعد يوم كامل قدام الباب لتاني يوم من غير ما يفتح لها باب الشقة. بسبب ايه؟ بسبب ان هي طلعت عند مرات عمي وهي ساكنة في الدور اللي فوقينا، بس ده علشان كان من غير اذن بابا. وبعد ما فتح لها باب الشقة ضربها ضرب مبرح لحد ما راحت المستشفى بحالة نزيف، وماما استحملت كل الإهانات دي علشان ما تبعدش عننا، وفضلت مكملة معايا لمدة 20 سنة. وأنا كبرت وشايفة كل ده قدامي لدرجة إني كنت خايفة أتجوز علشان ما أشوفش اللي شافته ماما. وللأسف بابا أجبرني أتجوز وأنا عندي 19 سنة من شخص ما كنتش عاوزاه نهائي، وللأسف برضو اللي بيخاف من عفريت بيطلع له. عشت نفس حياة والدتي وأشد، لأن جوزي بعد شهرين من جوازنا وراني كل أنواع العذاب اللي موجودة على الأرض. بقى بيضربني سوري يعني بطرف جزمته، وصل ضربه ليا إنه كان بيكتفني في السرير ويضربني، وبعدها بدأ يحبسني لدرجة حبسه ده إني كنت بستغيث بالجيران علشان يفتحولي. وكل ده قدام ولادي وانا مش قادرة اسيبه، لان مش عاوزة ارجع لبابا اللي كان بيضرب ماما ويعذبها. وبالمناسبة كان بيوصل بجوزي انه يخليني ابوس جزمته قدام الولاد لان ماليش مكان اروح فيه. بصراحة يعني قصة صعبة جدا.